أخفق فريق أهل بورت بوراريش في إبقاء النقاط الثلاث داخل الديار بعدما فرض عليه الرائد اتحاد الجزائر التعادل الإيجابي وهدى في غياب الجمهور. الأهلي دخل اللقاء بدون أي مقدمات. الدقيقة الأولى بديمبو يروض الكرة بالصدر يسدد الحارس ماموش بالمرصاد. دقيقتان بعد ذلك من كرة ثابتة زياد بتسديدة قوية يفتتح باب التسجيل للأهلي. يواصل زملاء عثمان الضغط لكن بدون مضاعفة النتيجة. لنشهد في الدقيقة العشرين احتجاج من كرسي احتياط الاتحاد بعدما سقط إبارة داخل منطقة الجزاء. الحكم سعيدي يطلب بمواصلة اللعب. عثماني أحسن لاعب من البورت كاد أن يخادع زيماموش بهذه التسديدة. ينهي الأهلي المرحلة الأولى متقدما في النتيجة. الشوط الثاني نفس سيناريو الأول تكرر. بيدنبو يتلقى كرة في العمق يروض وجه لوجه مع الحارس كرته تجانب القائم. فرصة حركت الاتحاد للضغط غير أن الدفاع المتماسك للبرج واستعمال خطة التسلل التي وقع فيها إبارة ست مرات يغادر بعدها مصابا ويجري فروجي تغييرات بإدخال اللافي وحامد من أجل ضخ روح جديدة في هجوم الاتحاد الذي تمكن في الدقيقة السبعين من الوصول إلى شباك شوشي وتعديل النتيجة عن طريق اللافي بعد هجمة منظمة. رد البراجية كان قويا لكن زيماموش كان بالمرصاد وتمكن من رد حملات الأصفر. يعود زملاء كودري إلى الديار بنقطة ثمينة سيكون وزنها من ذهب فيما قدم أبناء الزيري المباراة المرجوة غير أن الخبرة حالت دون تحقيق الفوز الثاني في ملعب مقر.